بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عبد الإله البوزيدي، وكيل لائحة حزب الاستقلال للانتخابات التشريعية بدائرة الرباط المحيط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، محامي بهيئة الرباط. أولا سأبدأ بالحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية كما تعلمون هي حملة متميزة عن سابقاتها، الحملة الانتخابية السابقة، لا من حيث الظرفية والوقت والزمان، ولا من حيث كذلك الجانب القانوني، لأنه لأول مرة تجرى انتخابات في يوم واحد، انتخابات جماعية وجهوية وتشريعية وتشريعية جهوية، وهذا كان مطلبا لحزب الاستقلال، لأنه حزب الاستقلال كان سباقا كما تعلمون في المطالبة بتعديل مدونة الانتخابات، والأخ الأمين العام هو الذي وجهها قبل الانتخابات بأكثر من سنة ونصف رسالة إلى رئيس الحكومة وإلى أحزاب المعارضة التي نحن جزء منها، وكذلك إلى أحزاب الأغلبية، من أجل تقديم مشروع وتقديم التعديلات مدونة الانتخابات. وكذلك كان الهدف والغاية هو وجود مدونة قبل الانتخابات تكون مهيئة بسنة على الأقل، حتى لا نفاجأ بمدونة انتخابات عشية الانتخابات كما كان في السابق. ولكن ظروف كورونا عطلت، ولكن مع ذلك كانت المدونة موجودة. وما ميز المدونة الحالية على سابقتها، وأنه المدونة الحالية الإسهامات كلها والاقتراحات والتعديلات كانت من طرف الأحزاب، على عكس المدونة السابقة كانت وزارة الداخلية التي تأتي بالتعديلات وتناقشها مع الأحزاب. إذا هذا من جهة. من جهة إذا انتخابات هي جديدة بالشكل الحالي عن المغاربة في يوم واحد، حتى يوم الاقتراع ما بقاش يوم الجمعة ولا يوم الأربعاء. إذا التصويت على في 4 ديال الخانات، زائد مجموعة من التعديلات ومن الإجراءات المرافقة للحملة الانتخابية. وكذلك الحملة الانتخابية اليوم، لأنه كلنا كنعلموا أنه الكوفيد وحالة الطوارئ والإجراءات ديال التباعد وديال الإجراءات اللي موجودة اليوم كتفرض علينا احنا أولا كأحزاب سياسية وكمرشحين وكفريق ديال الحملة الانتخابية أننا نحترم ما أمكن هذه الإجراءات ونعطيه صورة إيجابية جدا على احترام حالة الطوارئ، وكذلك حرصا على وحماية الأمن الصحي ديال الناخبين وديال الساكنة. هذا كان ضمن الاهتمامات والانشغالات ديالنا احنا في حزب الاستقلال. وفي الحملة ديالنا الحمد لله هي حملة نظيفة وحملة مؤطرة أولا، وهذا ما يميزنا كذلك، لأنه على باقي مجموعة من الأحزاب، أنه الحزب فيه مناضلين وأطر وكفاءات هم الذين يقومون بالحملة وتوزيع المناشير، أطر وكفاءات هم اللي كيوزعوا، ماشي بعض الأحزاب التي أنتم تشاهدون العينات التي توزع الأوراق، عينات ما أنا أقدر الظروف الاجتماعية للمواطنين، ولكن على الأقل أنه كان من المفروض مع هذاك المجموعه يكون واحد المؤطر اللي كيأثر واللي كيجاوب على الاسئله وعلى التساؤلات المواطنين. لان انا شخصيا وجدت واحد العدد ديال الناس وسالتهم شكون لا يعرفون شيئا، في نهايه المطاف كيقول لك احنا غير خدامين وصافي اسمح لنا. اذا هذا احنا هذا يسيء. احنا اليوم في حزب الاستقلال، ودائما اولا احنا واحد الحزب اللي هو منظم، وحزب عنده قواعد ديالو، وحزب عنده تنظيمات ديالو، وحزب اللي كيرافق المواطنين في 6 سنين وفي السنوات كلها، ماشي كيجي عشية الانتخابات وكيسالي الانتخابات وكيسد الدكاكين ديالو الانتخابية ويغادر. هذا ماشي هو حزب الاستقلال. المغاربة كيعرفوه وكيعرفوا الالتزام ديالو والتعهد ديالو إلى جانب المواطنين، وهذا ما يميزنا، لأننا احنا كنعرفوا أنا في الدائرة ضربات، لأنه حزب الاستقلال لما رشحني في حزب في الدائرة رشحني لمجموعة الاعتبارات. أولا نشأت في هذه الدائرة مرتبط فيها، أولا رشحني لأنني دبرت انتخابات وكنت رئيس المجلس ديال مقاطعة أكدر الرياض، وكنت نائب رئيس الجهة ديال الرباط، وعضو مجلس مدينة الرباط. إذا عندي واحد الممارسات وكيعرفوني المواطنين وكيعرفوا مدى الجدية والمصداقية والعمل والالتصاق والعمل اللي كاين
سياسات القرب اللي جسدناها دائما مع المواطنين. اليوم احنا في حزب الاستقلال نلح لانه على نخب سياسيه اللي ممكن تدبر، وخصها تدبر المجالس، لانه دبر المجالس بمستوى اخر، مستوى كنهدفوا فيه التنميه ديال المجلس، التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، وكذلك التنميه من اجل الاستثمار ومن اجل الثروه للجماعه. لانه اليوم راه ما يمكنش ندبروا المجالس بالعقليه القديمه ديال 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 الوثائق الاداريه. اليوم الجماعه والمشرع كيسعى انها تخدم التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، وكذلك اليوم لانه باش نواكبوا المشروع التنموي الجديد خص مجالس في المستوى اللي يكون عندها انخراط فعلي وتكون لها مساهمات رائده في المشروع التنموي الجديد. هذا من جهه. من جهه اخرى، لانه فاش كنتكلموا على الرباط، هذه عاصمه المملكه اللي احنا كنسعوا انها تكون نموذج في التدبير، نموذج مثالي في التدبير لاعتبارات العاصمه المملكه، والوجود واحد النخبه الساكنه، والوجود كذلك واحد السلك دبلوماسي اساسي في هذه المدينه، لانه خص واحد خدمات. ولكن في المقابل وللاسف الشديد انه المجلس لم يواكب وما كانش عنده القوه والاجراءات، لا القوه الاقتراحيه ولا العمليه ولا بعد النظر ولا التفكير انه يواكب الخطوات وهذه الاستراتيجيات الكبرى اللي كاينه. اذا وكلكم المواطنين للاسف شاهدوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاجتماعات كيف كانت كتمر، المستوى اللي كانت كتمر به الاجتماعات، في حين انه المجالس السابقه اللي عرفتها العاصمه كانت مجالس اللي كتضم نخب فكريه اساسيه. اذا عبدو ربي مرشح ديال حزب الاستقلال، انا كيعرفوني المواطنين ومرتبط بالمواطنين وكيعرفوا التدبير ديالي، لانه ماشي وليد اليوم ولا جيت كيف ما قلت ديال هادو اللي حاليا كينزلوا من هنا ومن هنا، لا، ولكن انا عندي ارتباط اساسي. والحزب كذلك، الحزب انه فاش كتكون في واحد الحزب اللي هو منظم، اول كاين واحد الرقابه حزبيه اساسيه في الحزب على المناضلين وعلى المسؤولين ديالو في التدبير التمثيلي، وكاين كذلك الرقابه اللي خصها تكون ديال المواطنين، انه اليوم المواطنين خصهم هما يمارسوا الرقابه على المنتخبين اذا كانوا منتخبين ماشي في المستوى، ولا كانوا عندهم سلوكات ماشي هي هذيك، اذا خصهم هما اللي يمارسوا عليهم هذه الرقابه. والحزب الحمد لله انه الناس خبروه وعرفوه، اليوم كاينه واحد المغاربه كلهم اليوم يحنون الى حزب الاستقلال والى تدبير حزب الاستقلال، والمغاربه عرفوا الحكومه ديال حزب الاستقلال والعمل اللي قدمته للمواطنين، والمغاربه كذلك يعرفوا التدابير ديال المجالس الاستقلاليه اللي دبروها الاخوان الاستقلاليين، انه هو واحد المجالس اللي الهم ديالها والانشغال ديالها الاساسي هو المواطن، هو الوطن، هذه هي القضايا اللي كاينه. واليوم الحزب كذلك في برنامجه قدم اقتراحات مواثيق وتعديلات واقتراحات اساسيه، اقتراحات المواثيق والاقتراحات والتعديلات الاساسيه، وهي اقتراحات قدمناها وقدمها الاخ الامين العام في اللحظه الاخيره في بدايه كذا، وتعمدنا انه قدموها في اخر لحظه، علاش؟ حتى لا تنسخ من طرف الغير، لانه الغير ينسخ كل الافكار وكل الاراء وكل الاقتراحات التي يتقدم بها حزب الاستقلال وهو لا يعلمها. الحزب اذا قدم اقتراحات وبرنامجه هو برنامج جدي واقعي وقابل للتطبيق، قابل للتطبيق. علاش؟ لانه عندنا التشخيص الحقيقي، قمنا بالتشخيص الحقيقي وكنعرفوا مكامن الضعف في الوطن في كل الميادين السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، وعندنا البدائل. والبدائل فاش كنقولوها ما كنقولوش الكلام ديال اللغو ولا ديال اللغط ولا ديال المزايدات ولا ديال البيع الوهم للمغاربه كيف ما قالوا البعض، اللي دينا دبروا لسنوات واليوم كيجي يقولوا كلام انه هما غادي يجيبوا الاقتراحات والحلول وهما يدبرون الحكومه. اذا كيفاش غادي هما يدبرون الحكومه لسنوات واليوم كيقولوا انهم غادي ينقذوا البلاد؟ هذا التناقض وهذا السفه،
هذا هو السفه اللي ممكن هذا، ولا اننا نوعدوا المغاربه عاوتاني ونبيعوا للمغاربه الوهم الوهم نقول لهم حنا كذا انتم عايشتوا شفتوا انه كلام زايد ديال انه غادي يوليو يعطيوا للمغاربه وغادي يزيدوهم في كذا وكذا. هذاك الكلام كله باطل لانه ما مبنيش على ثوابت اقتصاديه. والحزب في هذا في هذا في هذا لانه اليوم وهذا الشيء حنا قالوا الاخ الامين العام وقلناه اليوم كاين مليون شخص نزلوا صبحوا فقراء، وهذا كيبين على السياسه لا اجتماعيه ولا شعبيه ديال الحكومه الحاليه. وهذه الحكومه اللي كان بامكانها انها تدير مجهودات، ولكن قضت 5 سنوات في الخلافات بين المكونات ديالها من اجل الانتخابات. وحنا اليوم انتم كتشوفوا انتخابات وكتشوفوا كذلك الممارسه ديال البعض في الانتخابات والمال اللي كيتوزع وكثير من الامور اللي هي تسيء الى المشهد السياسي. الحزب في الاقتراحات ديالو اقتراحات واجهه، وفي هذا الخصوص اللي تكلمتي فيه في الجانب الاجتماعي حنا كنركزوا اساسا على الطبقه الوسطى، لانه الطبقه الوسطى كنعتبروها هي اساسا مهمه فيما يتعلق بالاستقرار والتوازن، وكنعتبروها كذلك هي صمام الامان. ولكن للاسف الشديد انها تلقت ضربات قاسيه من طرف الحكومات الاخيره، الحكومتين في العقد في العشر الاخيره ضربتها في القوه الشرائيه ديالها وتضعضعت ونزلت من الطبقه الوسطى الى اقل من ذلك. هذا الشيء كله كيتطلب من المواطنين انه ما يمكن الا باش ننجحوا وباش ندافعوا على بلادنا وعلى وليداتنا عندنا واحد الامانه وعندنا واحد المسؤوليه، وهي مسؤوليه اساسيه وجسيمه، هي المسؤوليه ديال اننا كيفاش نساهموا في هذا التطور وفي هذا البناء ديال المغرب، المغرب الديمقراطي، وكيفاش نساهموا في هذه الانتخابات وتكون نزيهه وشفافه، وكيفاش نختاروا الكفاءات والنخب السياسيه ماشي بالعزوف ماشي بالانتقاد ماشي بالسقوط في الشعارات اللي كيرفعها البعض من اجل انه تيئيس المغاربه من المشاركه وتشكيك في المغاربه في المشاركه. المغاربه اليوم خصهم كلهم يساهموا اننا جميعا خصنا نصوتوا، وجميعا اننا مدعوون لانه باش ننجحوا بلادنا مدعوون اننا نصوتوا، واننا نحسنوا الاختيار في التصويت، واننا نختاروا الاشخاص المناسبين، نختاروا الاشخاص. احنا كنعرفوا المغاربه عندهم قدر كبير من الذكاء، ولا ينبغي لاحد ان يستهين بذكاء المغاربه. المغاربه اليوم خصنا نختاروا الانسان المناسب في المكان المناسب، ونختاروا الحزب الملتزم، ونختاروا الناس اللي خابرناهم وجربناهم في العمل ديالهم، هما اللي اساسيين، ماشي الناس اللي غادي يجيو يبيعوا لنا كلام اخر. اذا اليوم خص المغاربه كلهم، وهذه هي المسؤوليه وهي هذه الامانه وهذه هي الشهاده، اننا نخرجوا نصوتوا ونختاروا الاحسن. وحنا في حزب الاستقلال وانا شخصيا كمرشح ديال دائره الشرعيه الرباط المحيط، اولا المواطنين كيعرفوني عن قرب وخابروا تجربتي وكيعرفوا العمل ديالي وكيعرفوا الخدمه ديالي. ثانيا انني كنعاهدهم والله شاهد على ما نقول اننا غادي نكونوا في خدمتهم، واننا سنسخر انفسنا من اجل الترافع عنهم، وكذلك اننا لن يهدأ لنا بال الا لخدمه الوطن والمواطنين.